يؤمن عبد الله إدمير وهو مصور فوتوغرافي يقيم في إسطنبول أن الكون بأكمله يمكن اختصاره في عيون الأطفال، لذلك يسعى لالتقاط صور تسحرك بمجرد رؤيتها لما فيها من جمال رائع وخيالي للأطفال الذين يقابلهم في الشوارع، يجعلنا عاجزين عن إبعاد أعيننا عن هذه العيون المذهلة. لقد أبهرتنا صور المصور عبد الله، ولذلك ندعوك اليوم للتجول معنا في شوارع إسطنبول حيث التقط معظم صوره كي نتأمل هذه العيون الجميلة عن قرب. هل تصدق أن العيون هي مرآة الروح؟ ما الصورة التي أعجبتك أكثر؟ أصدقائي الأعزاء، أرجو الاشتراك في القناة وتفعيل زر التنبيهات.